استغنى مقر المجمع الشريف للفوسفات بالدار البيضاء حفل توزيع الدعم المادي على حاملي المشاريع الشباب المنتمين لمناطق خريبكا بنقرير ووتزم، مبادرة في إطار برنامج مهارات لدعم وتكوين الشباب في المناطق التي يشتغل بها المجمع بتعاون مع مجموعة القرض الفلاحي ومؤسسة المقاول الشاب. المشاريع المقدمة استفادت من دعم مالي فاق 3 ملايين درهم. أمين هناوي ومحمد الحرش. 27 شابا من مناطق خريبكا وتزم وبنقرير حضروا لمقر المجمع الشريف للفوسفات بالدار البيضاء من اجل استلام دعم مالي لانشاء مقاولاتهم الخاصه في ميادين الخدمات الصناعه التقليديه والفلاحه، دعم مالي للشباب في اطار برنامج مهارات الذي يشرف عليه المجمع في مناطق الاستغلال المنجمي والهادف لخلق مئات المقاولات الصغرى وتشجيع روح المبادره الخاصه. اطار هذا خلق المقاولات الصغرى ديال الشباب يعني غادي تعطي واحد الفرصه للشباب بانهم غادي يخدموا تما، غادي يتعاملوا يعني مع شركات. كلهم كانوا معايا دافع باش نكون المشروع ديالي، حقاش المشروع ديالي انا نفكر فيه من 2006، ملي لقيت هذه المجموعه كامله دفعتني باش نكون المشروع. المبادره هذه ديال لوسيبي عاوتاني باش نستافد باش نكمل المشروع ديالي اللي هو كنتمناه من مده. مشروع دعم الشباب حاملي المشاريع بمناطق الاستغلال المنجمي يدخل في إطار شراكة بين المجمع الشريف للفوسفات ومجموعة القرض الفلاحي ومؤسسة المقاول الشاب. مواكبة ودعم كل شاب اللي تتواجد في المناطق اللي تشتغل فيها المكتب الشريف للفوسفات واللي عنده فكرة ديال مشروع وحاملها وتحمس لها وباغي اذا كيحققها، هاد الثلاثه ديال المؤسسات اذا كيوفروا ليه الدعم التقني والمادي لتحقيق الحلم ديالو. المشروع سيمكن من محاربه البطاله من جهه وخلق فرص عمل لشباب اخرين من جهه ثانيه وايضا تطوير اداء عدد من المقاولات. هذا جزء من برنامج او سي بي سكيلز، الجزء الاخر فيه هو جزء ديال التكوين اللي غادي يحصل عليه 15000 من الشباب اللي تم التسجيل ديالهم وتم الانتقاء ديالهم. 25 مشروعا سينجز من طرف هؤلاء الشباب بمبلغ مالي يوصل 3 ملايين درهم، مشاريع ستمكن من خلق اكثر من 100 منصب شغل دائم وتشجيع الاف الشباب على المبادره الخاصه والابتكار.